وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق مبالغ منح الطوارئ للمستفيدين الذين لم يستلموا ضمن الوجبات الثلاث الماضية، وأوضح الوزير أن منتسبيه قاموا بجمع البيانات المتفرقة للوجبات الثلاث الأولى بالنسبة للمستفيدين الذين ظهرت لهم مشاكل في استلام المنحة، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت مبالغ المنحة لأكثر من 12500 مستفيدا من تلك الوجبات، داعيا من تصل إليه رسالة عبر رقم هاتف إلى الاحتفاظ بها لحين ورود رسالة أخرى تحتوي رمز تأكيد استلام المبلغ.